ضد تبرير العدالة الإلهية anti-theodicy. اللاهوت الأمريكي الراحل جون هاورد يودر في مقال لم ينهيه بعنوان الثالوث مقابل الثيودسي Trinity vs. Theodicy اللي نشره سنة 1996 بدأ حرب خفية على فكرة العدالة الإلهية وجادل إن لو الله هو الله إذن فكرة تبرير العدالة الإلهية سخيفة وملهاش معنى. مش معنى كده إن يودر كان ضد محاولة توفيق وجود الله مع وجود الشر، لكنه كان ضد خط تفكير معين في محاولة التوفيق دي، وما أنكرش إن في صور من نظرية تبرير العدالة الإلهية من الممكن إن يكون ليها وظيفة أو موضوع أكبر في علم اللاهوت، لكن بالتحديد مشكلته كانت مع صور نظرية تبرير العدالة الإلهية اللي بتحاول الدفاع عن الله. وبيتسائل من أين لنا بالمقياس اللي نقيم به الله، ولماذا يكون هذا المقياس صحيح، ولماذا تعتقد أنك مؤهل لتقييم الله أو أفعاله؟ ولو اعتقدت أنك مؤهل لتقييم الله وأفعاله، إيه هي القواعد اللي بنيت عليها التقييم ده؟ في الحقيقة الأفكار دي مش جديدة تماما، وحجة يودر ضد نظرية تبرير العدالة الإلهية اتفقت بصورة كبيرة مع أفكار كتير من المفكرين اليهود بعد الحرب العالمية الثانية كرد فعل على محارق النازية البشعة ضدهم. الفيلسوف اليهودي الأمريكي المعاصر زاكراي بريترمان في كتابه الله بعد أوشفيتز God After Auschwitz اللي نشره سنة 1998 استخدم للمرة الأولى مصطلح ضد تبرير العدالة الإلهية anti-theodicy، بمعنى رفض تبرير تفسير أو قبول العلاقة ما بين الله الشر والمعاناة. واستخدم المصطلح في محاولة لمعالجة الحساسية الدينية تجاه المعاناة والشر في العالم القائمة على بعض النصوص المتناثرة من التوراة اللي بدأت في الهيمنة على الفكر اليهودي المعاصر بعد محرقة الهولوكوست بريترمان أكد على الرغم من فجاجة فكرة رفض تبرير العدالة الإلهية إلا إنها لا تؤسس للإلحاد atheism. على العكس من الممكن إنها تعبر عن الحب العميق اللي بيحمله البشر لله، وفي نهاية الأمر لابد لنا من إدراك علاقة ما بين الله والشر حتى نرفضها من الأساس، ولابد أن نكون في حب عميق مع الله حتى تسيئنا هذه العلاقة بين الله والشر. فكرة ضد تبرير العدالة الإلهية ما بتهربش من ربط علاقة الله بالشر، لكنها بترتفع عن معتقدات الفرد عن العدالة وبترتقي لعلاقة حب الفرد بالله. الفكرة مرتبطة بصورة قوية بسفر أيوب ومعاناته وجداله في القصة التوراتية، وبتنطلق لرفض وجود علاقة تبريرية ذات معنى ما بين الله والشر. في الحقيقة محارق اليهود في الحرب العالمية الثانية هولوكوست دفعتهم لإعادة التفكير بعمق في فكرة تبرير العدالة الإلهية. الفيلسوف اليهودي الفرنسي إيمانويل لافاينس اللي كان أحد أسرى النازيين خلال الحرب أقر إن فكرة تبرير العدالة الإلهية فكرة شاذة مبتدعة كافرة، وجادل إنها سبب كل المشاكل الأخلاقية في الدوائر اليهودية ما بعد الحرب، وطالب بإنهاء مشروع تبرير العدالة الإلهية، وجادل إن البشر ليسوا في موقع لمحاسبة الله أو تبرير أفعاله في مواجهة الشر، لكنهم خلقوا ليحيوا حياة مخلصة حسب شريعة الله. وبدل من طرح تساؤل لماذا لم يتدخل الله لمنع الهولوكوست، واجب اليهود إنهم يبنوا عالم أفضل تظهر من خلاله محبة الله. لكن مش ده الصوت الوحيد في الدوائر اليهودية بعد الحرب العالمية الثانية. أحد أهم الأصوات الداعية لفكرة تبرير العدالة الإلهية أستاذ علم اللاهوت اليهودي الأمريكي المعاصر ديفيد بلومنتال في كتابه مواجهة الإله المسيء Facing the Abusing God اللي نشره سنة 1993 دعم فكرة الاعتراض على أفعال الله، وجادل بشدة إن الناجين من محرقة الهولوكوست لابد أنهم لا يغفروا لله أفعاله، وبالتالي لابد من الاعتراض عليها. واعتقد ان نفس المنطق اللاهوتي ممثل بوضوح في سفر ايوب في الكتاب المقدس. ايوب فيه ما جادلش ان كان الله له وجود او ذا سلطة مطلقة، لكنه تساءل عن اخلاق وعدالة الله.